السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بفيديو شوي مختلف. راح نوريكم السورجي اللي شريتها جديدة، سورجي تاع الهند العائلية الصغيرة، سموها فلينغمان تاع الهند. فلينغمان نعطيكم السعر. هو أول حاجة أنا شفتها في منشور عند بائع الماكينات الخياطة، مدة تاع المنشور عندها شهرين، كان كتبها 1,600,000. أنا بعد شهرين شفت المنشور بعث له قلت له مازالت متوفرة هذه الماكينة أم لا؟ رد علي قال بلي راهي متوفرة. سألته على الثمن قال لي 1,800,000، يعني في شهرين زادت 200,000. بعد 4 أيام رحت ليه نشريها قال لي 1,850,000. ما انا ما فهمتش الزيادات هذه تعواه وكيفاه وعلى اي اساس. المهم انا شريتها 1,800,000 بعد اخذ وعطاء، بعد اخذ ورد، يعني كما نقولوا نجاجروا في السعر. هذه هي علبتها، معلوماتها، شوفوا الموديل وين مكتوبه الموديل، 81K 6، يعني من شافة دي سي هذيك بتاع واش. المهم الالوان فيها 5 ألوان، كل لون شوفوا اللون نتاعو راهم كاتبينه باسمه. جرين هي مكتوبه بالاخضر، بلو هي بالازرق، جري ريد بلاك، 5 ألوان. يعني نصيحه، اشروا من عند بائع ماكينات الخياطه، ولما تشروها قولوا له يركبها لكم، لانه انا لما شريتها قلت له ركبها لي، مجرد اني قلت له ركبها لي فقط، يعني ما كنتش فايقه بامور واحده اخرى اللي هي البياسات كيفاش يركبوا ويعمرها زيت. يعني لما تروحي تي للبيت اكيد ماكش راح ديري الزيت كما موالفين نشرو الماكينات الاخرى، ماكينه العائليه الصغيره هذيك نبقاو نمشوا بها حتى نسمعوا وحده تخطبيط وحده الخبيط عفوا باش نديروا الزيت. هذه في البدايه عمرها زيت، شوفوا القرعه فرغها غسلها دوشلها. يعني هذه هي، هذا المقبض، هذا المقبض هي تطلع وتهبط على 3 درجات، هذه درجه، هذه الزاويه، وهذيك الثالثه فيها 3 خيوط، سورجي تاع 3 خيوط. هذه السورجي فيها حاجة واحدة تختلف على السورجيات الأخرين، أنه ما فيهاش المقص. لما تكملي الخياطة نتاعك والقماش هاوي يطيح منها هنا في النهاية باش تقصي الخيط، هذا الخيط لازم تجيبي مقص من عندك فقط، أما الخدمة راهي كيف كيف. نذهب الآن إلى المكونات التي وجدناها مع الماكينة، يعني وش لقينا في الماكينه نوريلكم. هذا تورنفيس كبير جاي بلا، يعني مسطح، محرك البراغي يعني باش ندورو به. واحد اخر نفسه ولكنه صغير بلا ايضا، هذه ثبت البراغي، وحده كبيره الجزء كبير وهذا الجزء اكبر منه قليلا، يعني صغيره اكبر منها بقليل. هنا هذونا المقصات 2، ولكن كي تشوفي ما تلقيش اشاره بلي راه كاين مقص ولا مهم يشبه لهذا، يعني قلت بلي راه المقص. هذه القطعه، هذه القطعه منها 2، هذا والاخر. كاين هذو جاو معاه، انا لا ادري كيف يستعملون او ماذا نفعل بهم، المهم راح نخبوهم. هذا البرغي وهذو القطعتين لا أدري ما وظيفتهم. الإباري يعني الإبرة عندنا قطعتين، وطبعا أهم شيء هو هذا الكروش، المقبض، الملقط عفوا، الملقط يساعدنا في تركيب الخيط. انظروا إلى المحرك، المحرك هو هنا، هذا هو. نروح الآن إلى طريقة تركيب الخيوط. كما معروف هذه السوجيرة هي 3 خيوط، عندها 3 اتجاهات، يعني 3 إبر. راح نروحوا ليها.
قبل ما نوريكم الخيوط كيفاش تركب، تزييت الماكينة راهم كاتبين وين توجد ثقبة. هنا مثلا هنا هاهي ثقبة، هذه ثقبة كاتبين oil، أي بالإنجليزية oil معناتها زيت، معناتها قطري الزيت تاعك. هنا هنا أيضا مكتوبة oil، هاي هنا ومكتوبة في جويه أخرى، يعني وين تشوفي مكتوبة oil ديري الزيت تاعك. وطبعا هذه هنا من الفوق، يعني الأمور المختفية هي اللي دايرين فيها الأويل باش يوصل للأماكن المغلقة. هنا كان ثاني مكتوبة أويل. المهم نروحوا لتركيب الخيوط. الخيط، انظروا الأوسط هو الخيط نتاع الإبرة اللي تخيط. هذا الأيمن والأيسر يجو من الفوق ومن تحت. يعني اهم شيء لما يكون ما عندكش الخيوط، يعني على حسب الفستان، روحي ديري الخيط الوسطاني هو الخيط اللي خيطتي به. مثلا عندك فستان اسود ماكش راح ديري له السرجي بيضاء، راح ديريها سوداء مع انه مش راح تبان، يعني السرجي هي في الاسفل، ولكن الافضل نديرو خيوط سوداء. القماش اسود نعمل خيوط سوداء. اذا ما عندكش الخيط الاسود، ما عندكش اللون، الالوان ثلاث كباب، ديري الوسطاني هو اللون اللي خيطتي به، يعني هو اللي راح يبان من الفوق. المهم هذا الخيط، نبدأ بهذا الخيط الأيسر. شوفوا وين راح جاي، أو جاي من الخلف ويدخل من الخلف ويجي للأمام. شوف هاو هك، إذا ينزل 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 ويروح لهذه الفتح هنا. من الأسفل يدخل إلى الأعلى، نمرره من هذه الثقبة إلى الأسفل. هذه لاتنسيون الأولى، كاين ثلاثة من لاتنسيون. هنا بعد ما يمر الخيط من الأعلى إلى الأسفل ينتقل مباشرة إلى هذه الثقبة، يدخل مباشرة إلى لاتنسيون. هذه هي لاتنسيون. هبطوا هذه القطعة، شوفوا كيش راهي جاي داير. أنا أو هابط منها جاي داير عليها، جاي داير عليها من تحت. خرجوه منها، دخلوه في هذه الثقبة مباشرة إلى هذه الثقبة. هذه الثقبة ما هيش راه مفتوحة هنايا، انظروا إلى الخط هنا مفتوحة، يعني دخلوها عادي. شوف نقدر نخرجها منها، ها شفتوا هي مفتوحة الثقبة، نعقب عليها تدخل. عفوا بنصور ونهز التليفون. شفتوا من بعد يجي الخيط هابط إلى هذو اثنين الكروشي، هذو هو أسفل تاعهم أو جاي منه. بعد يطلع إلى نحركه بهذه بهذه، شوفوا كيف هي خرجت، شوفوا كيف تتحرك. أنا نهدر على هذه القطعة، هذه القطعة شوفوا أنا نخرج فيها. يدخل الخيط، نقرب، يدخل الخيط من الداخل ويجي خارج ليا منها، معناتها يدخل منا يجي من الأسفل، يدخل من ويخرج في ذا الخيط. نروح نقدموه، عفوا لازم الصورة تبان مليح باش نفوت الخطوة الموالية. نحركو بالقدم، ندخلو من الداخل هنا ونحاولو نجبدو الخيط بهذا الكروشيه، ساهلة مهلة، وندخلوه من الخلف باش نلقاوه منا من الأمام. فراغ قماش القطيفة، انظر إلى الخيط يأتي من هنا، يدخل فيها فتحة الإبرة، يعني هذه هي الإبرة. شوفوا كيف تتحرك، هاي ليكم، شوفوا الإبرة كيف تتحرك، الخيط كيف يتحرك منها، هاو ليكم، أو جاي من الخلف، هذا الخلف، دخلوه منا ونعود نجبدوه من هنا. انا نحاول اني ندور باش تشوفوا الخيوط وين راهي، ها
عاوليك انا جبت الخيط اجبديه. المهم الخيط الثاني اللي هو المهم يعني نتاع الخياطة، قلت لكم ديروا الخيط تاع الخياطة، ها هو جاي منا. الخيوط كلها تدخل من الخلف وتأتي الى الامام، ثم لاتونسيون نفسها تدخل من، يفوت الخيط من الاسفل يعني الخيط الاول لاتونسيون تاعو راهي لتحت، هذا لاتونسيون تاع الخيط البستاني، والدور على لاتونسيون كالعاده يعني كيما الماكينات الحقيقيه يعني عفوا الماكينات الصناعيه او العائليه، تدخل من الاعلى ويخرج من الاسفل. يعني شوفوا الخيط وراه جاي، من بعد يدخل من الخلف، من الخلف تاع هذه القطعه ويجي لهون. شوفوا هنايا عفوا شوفوا الخيط الثاني، الكبه هذه الوسطانيه يجي من الخلف، يعني كما قلت لكم الخيوط كل يجوا من الخلف. شوفوا يجينا من الامام ويهبط يدخل في هذه لاتونسيون من الاسفل، شوفوا من الاسفل يجي طالع الى الاعلى ويدور على هذه الروضه نتاع لاتونسيون، ومن بعد يدخل من هذا الثقب يخرج من الاسفل ياتي الى خلف هذه القطعه، يدخل من الخلف الى الامام، ايضا يكمل طريقه من هذه القطعه يدخل من هنا ويخرج من امامنا هنا، ثم يصعد الى هذه القطعه. شوفوا ذي القطعه وراهي جايه منا، من بعد نجبدوه حاوليك من الاسفل ويدور على هذه القطعه كانها لاتونسيون ثاني، كانها ماهيش لاتونسيون صح كانها دوايره هكذا. شوفوا نحركها لكم منا باش تعرفوا، الدور عليها ومن بعد تجي على هذا الخلاط الخط هذا، هذا الخط تجي تحته. شوفوها شوفوا هون الخط، هاو عندي الخيط ولكن يجي في الاسفل منه ويمر مباشرة الى الابرة. شوفوا الابرة هاوليك، هذا اسهل خيط يركب في الماكينة، الابرة شوفوا ويخرج من الخلف يعني عادي، الابرة هذه الخيط تاعها يدخل منه ويخرج منه كالعادة. ننتقل الى الخيط الثالث، هنا جهة الخيط الثالث راح تكون في الجهة السفلية للماكينة، يعني دورت الماكينة شوفوا هذا هو الماكينة من الامام، راح نعملو هذا نفتحوها، هي في البداية راح تكون قاسية، شوفوا كيف انا افتحها تفهدوا لي، هنا راح يكون الخدمة على الخيط الثالث، ولكن قبل ذلك راح ندورها. شوفوا الخيط دخل من الاعلى وخرج من الامام كالعادة، ونهبطوه لهذه الثقبة، شوفوا وراه الكبة هذه الثالثة نسميها ثقبة، هنا ندخلوه تحتها يخرج من الاسفل من بعد يروح لهذه الثقبة. شوفوا الخيط وراه جاي من يدخل من الاعلى الى الاسفل مرورا الى هذه الثقبة، هذه الثقبة وراه جاية في هذه القطعة اللي نحركوها، راح ندخلوه فيها من الداخل نهبطكم للاسفل. شوفوا الاسفل وراه جاي كاينه هذه القطعه، يدخل من الاسفل يطلع عليها، ها هوليك الخيط راكم تشوفوا فيه، ها ويدور على لاتونسيون تاعو، من بعد لما ندخلوه في هذه لاتونسيون تاعو شوفوا كاينه هذه الثقبه ندخلوه فيها عادي، يعني راه قيس تاع 2.5 سنتيمتر ولا، راه يدخل الخيط عادي ويخرج منه، يخرج منه شوفوا يدخل من يخرج من، هاوليك هاوليك الخيط. واش راح ندير، نحرك الاخر باش تشوف واحد القطعه راح تخرج، شوفوا هنا لداخل شوفوا الخيط هو ابيض دخلناه خرجناه منه، ومن بعد نروح ندخلوه في ذي القطعه هذه، وراني نشوف استناوني دقيقه هنا الكراسي هذه هنا كاينه واحد القطعه، ها نتبان لكم كيفاش نوريها لكم، هذه القطعه شوفوا الخيط
خيطه ابيض رهيبان. شوفوا القطعه هذه وجاي منها ويدخل هنا. تستعملوا هذا الكروشي فقط راح تدخل لكم. شوفوا هذه القطعه. نعاود نحرك لكم الراس شويه الاباري. شوفوا الخيط كيف راه يتحرك. شوفوا الخيط ملي راه يتحرك تعرفوا القطعه هذه كامل ما تبانش مليح ظلمه. ها هنا هاي باينه. شوفوا الخيط منين راه داخل ومنين راه خارج. شوفوا مليح برك حاولت نقرب لكم. شوفوا الخيط منين راه داخل ومنين راه خارج. شوفوا هاوليك الخيط هاوليك الخيط خاص نحكمو. ها شوفوا منين راه داخل منين خارج. هذه القطعه راكم تلقاوها في الاسفل حوسوا عنها برك لانه ماكينه السرفله هذه تاع السورجي لو تركب الخيط بالخطا اكيد مش راح تخيط لك. شوفوا هذا الخيط شوفوا راه رايح يروح درك. هنا بعد ما دخلنا الخيط في ذي الجهه يعني ذي البياس اللي قلت لكم لها متخبيه لداخل ما تنساوهاش راح يطلع. شوفوا هذه هنا وراح تخرج لي. شوفوا شوفوا الحركه وراها راح تخرج. شفتوا هذه القطعه تبعوها مليح. هذه القطعه شوفوا كيف راح تخرج لي. راح ندخل الخيط فيها من هنا من الامام تاعها يعني. شوفوها نجبد لكم الخيط. شوفوا انا حكمت الخيط هاوليك يدخل فيها. هذه البياسه راح يدخل فيها. شوفوا الخيط راه داخل يدخل من ويخرج منه يعني يدخل هنا ويخرج منه. راه كاينه ثقبه يعني ما حبتش مش عرفتش كيفاش نبينها لكم التصوير تاعي. شوفوا الخيط كيف رخفت او جاي منه. هاوليك الخيط يجي منه يعني دخل منه وخرج منه. هنا راه كاينه ثقبه يدخل منها لانه هذه راهي ابره. شوف شوفوا هنا ها هو الخيط كما قلت لكم جاي. هاوليك الخيط هنا راه راس راس تاع الابره ثقبه يعني ما حبش يبان لي ما عرفتش كيفاش نوريه لكم. المهم دخلوا الخيط هنا ويخرج من الامام من الامام وجيبوه طلعوه من هنا لفوق هنا فوق. وهنا كيف راني جبدتو لكم هذا هو الخيط نتاعها. شوفوا الخيط الابيض تبعوا الخيط الابيض شوفوا الراس تاعو راه هاي هنا الابره. المهم دخلوه من الخلف وخرجوه من الامام وجيبوه هنا هاك. شوف انا به السورجي سورجيت من قبل يعني الخيوط راهي داخله في بعضها راهي مخيطه. شوفوا يعني هذه هي. دوك نروح نجرب لكم الماكينه. شوف الماكينه وتشوفوا الخياطه نتاعها. هنا قبل ما نبدا نوري لكم الخياطه نتاعها تاع السورجي هذه القطعه سكروها تخلوهاش مفتوح. علاه؟ لانه منا راح يسرسب القماش اللي قطعته الماشينه يعني ما تخليش القماش تاعك يدخل لك في الداخل تخليش يعمر لك الفضلات تاع القماش الداخل. خليه هنا وهزي بيدك ولا بهذايا وطيشي القماش. المهم هذايا هنا شوفوا منين هذه اللي ترفع القدم زعما ترفعها. انا هنا راهي مرخوفه شويه لانه عندي قماش قاع عادي برك مش الخشين ولا حاجه. راح ندير دركي وتشوفوا كيفاش السورجي نتاعها. شوفوا السورجي راني نصور من جهه وشوفوا كيفاش يعني مش راح تجيني مسقمه. هي تقطع في القماش وحدها. شوفوا القماش وراه يجيكم يطيح منا. وشوفوا لنا السورجي هاي السورجي نتاعها.
الفيديو القادم ان شاء الله راح نوريكم كيفاش لما يكون عندكم قماش شويه خشين، مش خشين خشين خشين، لان هذه الماكينه ماهيش تاع القماشات الخشينه، ولكن راح نوريكم كيفاش ترفعوا هذه القدم قليلا، يعني حل مشكله رفع القدم. ان شاء الله يا ربي تكونوا قد استفدتم وافدتكم ولو بالقليل. ان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم، ونطلب فقط طلب صغير فقط فقط فقط، مش راح يكلفكم الكثير، انكم تعملوا لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو باش تكبر القناة ان شاء الله، ويستفيد منها اكبر عدد ممكن، لانه الدال على الخير كفاعله. كما راني درت القناة هنا التعليمية بالمجان، انتم ثاني عاونوني باش تنتشر القناة ان شاء الله. واللي عندها كاش ما طلب ولا حاجة ولا عندها مشكل ولا، تكتب لي في التعليق باش ممكن ندير عليه فيديو، ممكن يعني على حسب استطاعتي ومعرفتي بالموضوع. المهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، انتظروني في فيديو قادم آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.